السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: مافيا التسول في العراق خطر يهدد المجتمع. مشاهدينا، ننتظر مشاركاتكم عبر الأرقام التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم أو من خلال الرقم المخصص للواتساب الذي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية والتي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. مشاهدينا، تنامت ظاهرة التسول في العراق بشكل لافت خلال السنوات التي تلت الاحتلال، وارتفعت معدلات المتسولين بشكل متسارع خلال السنوات الماضية بشكل أصبح من الصعب أن تجد شارعا أو مفرق طرق يخلو من المتسولين إن كانوا عراقيين أو من جنسيات أخرى. وتغيب إلى الآن الإحصائيات الرسمية التي تؤكد كم عدد المتسولين في العراق، فبحسب خبراء في الإحصاء فإنهم يرون أنه من الصعب حصر عدد المتسولين بسبب التزايد المستمر والأوقات التي تمتد على مدار اليوم ما بين الليل والنهار التي يمارسون فيها التسول. هناك طبعا أسباب كثيرة تقود إلى تزايد أعداد المتسولين في العراق، سنناقشها مع حضراتكم اليوم. لكن السؤال الذي يطرح كثيرا ونحتاج إلى أجوبة من حضراتكم عليه: لماذا نجد من يتسول من العراقيين في بلد نفطي وغني بثرواته؟ حقيقة، معظم من يصادفهم المواطن العراقي كل يوم في الشارع ليسوا من الفقراء المحتاجين والذين أجبرتهم الظروف الاقتصادية على اللجوء إلى التسول فقط، بل أثبتت التقارير المحلية والدولية أن هناك مافيات منظمة تعمل على تشغيل كثير من الأشخاص ومن كافة الفئات العمرية في التسول، الذي بدأ يصنف اليوم ضمن فئة المهن التي تدر دخلا جيدا لمن يمارسها. مدير عام الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية في بغداد قال إن المديرية سجلت حالات لعصابات تقوم بتأجير الأطفال في عمليات التسول، وأشار إلى أن مداخل ومخارج العاصمة بغداد هي من أكثر الأماكن التي سجلت تواجدا لهذه العصابات، فضلا عن مناطق المزارات الدينية. وفي هذه النقطة، وبحسب لقاءات مع متسولين من فئات عمرية مختلفة ومن كلا الجنسين، أكد بعضهم أنهم يجنون ما بين 15,000 إلى 30,000 دينار عراقي يوميا، ويصل هذا الرقم إلى 100,000 دينار عراقي بشكل يومي في الأوقات التي تعنى بالزيارات الدينية والتي تحدث في محافظتي النجف وكربلاء. طبعا، التسول في العراق لا يقتصر على العراقيين فحسب، بل تؤكد جهات حكومية أن هناك أعدادا كبيرة من جنسيات مختلفة وفي مقدمتهم السوريون الذين يمتهنون التسول أيضا في العراق عن طريق عصابات منظمة عملت على نشرهم في المحافظات العراقية وتحديدا الشمالية. المتحدث السابق لوزارة الداخلية اللواء خالد المحنة قال إن الوزارة تنفذ بين الحين والآخر حملات لإلقاء القبض على المتسولين لوجود مواد قانونية تمنع هذه الظاهرة، لكن سرعان ما يتم إطلاق سراحهم. وفي هذه النقطة أيضا، وبحسب المصادر، فإن هناك أحزابا في العراق تنظم وتسهل وتحمي عمل هؤلاء المتسولين الذين تختلف طرق تسولهم في سبيل جني الأرباح لهذه الأحزاب. مشاهدينا، ننتظر مشاركات حضراتكم لإبداء الرأي بشأن موضوعنا في هذه الحلقة وأيضا التساؤلات التي طرحت. أيضا دعونا نستمع إلى رأي بعض المواطنين العراقيين كما عودناكم طبعا في برنامج منبر الرافدين. نلتقي بمواطنين عراقيين في الشارع في الداخل العراقي وسألناهم بشأن موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع بشأن ظاهرة التسول المتنامية في العراق، الأعداد المتزايدة للمتسولين، ما الأسباب التي تقود إلى توجه البعض إلى التسول؟ هل جميع من نراهم في الشارع هم فعلا يحتاجون إلى المساعدات، أم أن هناك من ينظم عمل هؤلاء عن طريق عصابات أو مافيات تعنى بتنظيم عمل المتسولين من أجل جني الأرباح؟ دعونا نستمع إلى أول رأي ثم نعود. هي حقيقة التسول اكو حالات خاصة واكو حالات صارت عامة. الخاصة وهي اللي الناس اللي
ما عندهم لا الرعاية الاجتماعية ومعاملاتهم متأخرة، يعني ظروفهم لابد من أنه يطلع إلى الشارع. يعني هي طلعة الشارع مو هينة على الإنسان، شلون يقولون قطرة هذه المستحى نذبها حشاكم، ولكن الآن التسول أكو مراحل تعدت حدود التسول الحقيقي اللي هو مقبول. نقول التسول الآخر اللي أصبحت هي فد طريقة لجني المال من قبل ناس عصابات يعني متمرسة بهذا الموضوع، حمايات على ذول الناس اللي يسولون بالترفيك لايت أو أمام بعيادات الأطباء وغير ذلك منه. هذه يعني حالة ما مقبولة، والدولة الآن راعية لهذا الموضوع، إن كان جهة الثانية اللي قلناها أو الجهة الأولى، لكن العدد كثير، الشعب مستويات الفقر كثيرة والمعاملات متأخرة لأسباب عدة، بسبب الموظفين، بسبب الظرف المالي للدولة مرات. ونسأل الله أن الدولة تلتفت لذول الناس اللي محتاجين بالصورة الصحيحة حتى تسد حاجتهم وما يطلعون إلى الشارع. أما دولة الطرف الآخر لابد من الدولة على الشرطة على القضاء أن يحاسبهم وأن لا ينطيهم مجال حتى لا يشوهون سمعة البلد، لأن سمعة بلد ممكن أن يوقف قبل ترفيك لايت أجنبي سائح ينقل هذه الصورة أنه كثرة المتسولين بالعراق، وهذا يرجع على الحكومة الحالية. استمعتم مشاهدينا إلى حديث أحد المواطنين بشأن هذا الموضوع ورأيه أيضا، سنأتيكم بعد قليل بآراء أخرى، لكن دعونا نستمع إلى السيد عبد الرزاق من بابل، أول المتصلين معنا في هذه الحلقة. حياك الله سيد عبد الرزاق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعت آراء المواطنين بخصوص هذا الموضوع. نعم. وذكرني أكو أغنية عراقية سيد محمد تقول أدور على الصدق يا ناس ضاع وبعد وين القاه. يعني كلمات هاي الأغنية تنطبق على هذا الموضوع اللي أنت حضرتك اليوم جاي تقدمه اللي هو التسول. يعني صراحة انخبط الحابل بالنابل والصدق بالكذيب وضاع الخيط والعصفور، لأنه ما تعرف أكو ناس فعلا هي ناس مستحقة. نعم. لكنه الكثرة من شو اسمه الكذب والمنافقين والكذابين اللي موجودين ضيع عليك يعني حتى طرق المساعدة. ظهرت التسول أستاذ محمد أو الجداوة صارت. نعم. للأسف تتفاقم يوم بعد يوم، يعني ما تلقى شارع أو تقاطع ما يخلى من المتسولين والمتشردين من كافة الأعمار. يعني خلي بالك يعني البعض جعلها مهنة، يعني حولها من عوز وحاجة إلى تجارة. يعني شفنا إحنا يعني هواي من عندهم يمتلكون يعني طبعا رغم أن القانون في العراق يعاقب على التسول، يعني حنتحدث بعد شوي عن فقرات بالقانون، قانون العقوبات فيها معاقبة لمن يتسول من فئة من كافة الفئات العمرية، لمن هم فوق 18 من العمر أو من هم أقل من ذلك. بس السؤال أنه تقول وزارة الداخلية وهناك تقارير حكومية أنهم يعني ينفذون حملات لعملية إلقاء القبض على المتسولين في التقاطعات والإشارات ومناطق مختلفة من العراق، لكن مع هذا هم في تزايد مستمر، وكأن الحملات التي تنفذها وزارة الداخلية لا ترتقي إلى حجم وأعداد المتسولين الموجودة، وهذا يطرح سؤال أن هم يعني هل هو خلل في عمل وأداء وزارة الداخلية لو بسبب الدعم اللي تحظى به فئات من هؤلاء المتسولين من المدعومين من أحزاب أو من مافيات هو اللي يعوق عمل الوزارة؟ شوف أستاذ محمد، يعني احنا قلنا على اللي الوضع داخل العراق هو سيء بكل الأحوال. نعم. لكنه الأغرب المتسولين الأجانب اللي جاي يدخلون البلد. يعني أنا أريد أسأل سؤال استفهامي مو استبياني. يعني أقول وين دور وزارة الداخلية اللي شعبة من الشعب مالتها، يعني شعبة مكافحة المتسولين شنو دورها جاي يعني جاي يشتغلون؟ لأن احنا صراحة نسمع بحملات
يعني تأديها وزارة الداخلية، لكنه برا فترة يطلعون، إذا منو اللي وراهم؟ هاي وحتما براها أحزاب، وراها رؤوس يعني كبار بالدولة اللي تحمي هذه توزيع المتسولين والمتشردين وهذه، فأكو مؤسسات اللي تدعمهم. أستاذ محمد، وين دور وزارة التربية؟ هاي الأطفال الصغار يعني المفروض أكو يصير تكاتف بين وزارة الداخلية، وزارة التربية، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اللي توزع الرواتب. يعني أكو، أنا قلت لك بداية الكلام مالتي، يعني ضاع الحق، يعني ضاع المصداقية، ضاعت المصداقية، فمن عرف منو اللي يحتاج، منو اللي يحتاج، ومنو منو الممتهنة مهنة. طيب شكرا، شكرا سيد عبد الرزاق، أنا أشكر حضرتك، وصلت الفكرة فعلا. يعني بهذه الأعداد الضخمة وفي ظل وجود مافيات تعمل على تشغيل هؤلاء في الشوارع، أطفال والنساء ورجال وكبار سن وغيرها، شباب، وأيضا كثير من الفئات من كلا الجنسين بطرق ملتوية، أيضا فيها حنتكلم عنها، فيها طرق توحي بأنها عمل حقيقي وليس تسول، لكن في طبيعة الحال هو تسول، هي محاولة أصلا للالتفاف على القانون، وتحديدا المادة 390 من قانون العقوبات، اللي تقول أو تشير إلى أنه كل من تجاوز سن 18 من عمره وامتهن التسول أو استغل عواطف الناس أو حاول أن يعرض عاهات لديه، إن كانت يعني هو قام بفعلها بنفسه، طبعا ارتكب هذه الأمور في سبيل إبراز هذه العاهة للناس، هذا تعتبر خلل أو يعتبر تجاوز على القانون، وبالتالي يستحق العقاب. القانون الموجود حاليا يعاقب من شهر إلى 3 أشهر لمن يقوم بإبراز هذه العاهات والتشوهات للناس في الأماكن العامة في سبيل استعطافهم ومحاولة أخذ هذه الأموال تحت ما يسمى بالتسول. هناك أيضا القانون مادة 392 لمن هم أقل من 18 سنة وليدرجون ضمن فئة القاصرين طبعا، وهذا الموضوع إلى وضع مختلف، لكن القصد في النهاية هناك قانون يحاسب. والسؤال هو، هل ما نراه الآن من رد فعل من قبل السلطة تجاه هذه الظاهرة التي باتت تستغل هذه المافيات، تستغل الأطفال، تتاجر بالأطفال، تمام، النساء، كبار السن، عملية هي ليست فقط تسول، أصبحت تجارة بالبشر، وبالتالي هل هي على مستوى وقدر من الجدية هذه الحكومة في التعامل مع هذا الملف الخطير والذي يهدد المجتمع؟ نسمع رأي السيد أبو علي من لندن، تفضل يا أبو علي. يا الله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. موضوع كلش مهم، وبارك الله بكم تحت هذا الموضوع. نعم، أنا شفت بعيوني بالنجف. نعم. طبعا أستاذ محمد، موضوع التسول يعني حتى تصوروا لازمي ميليشيات. نعم. ميليشيات لازمي، أنا هذا شفته بعيوني. وبالنسبة للعاهات دول، يعني مثلا هذا اللي يكون عينه ما أدري شو يسوي، يقصون حتى يقصون ما يقطبون صبعة ما أدري شو يسوي. نعم. فبالنسبة لوزارة الداخلية، حتى لو مثلا بالطرق كذا تمسكه، ما يقدرون عن ميليشيات. اخوان، الشغله كبيره، ملايين ملايين الدنانير دول طبعا يصرفون. نعم. عليهم ايجارات وكذا، يعني خلينا نقول يعني شركات كبيره، بس هاي الشركات فوق راس الميليشيات. الميليشيات هي لها حصه بهذا الموضوع، ما تقدر لا وزاره الداخليه ولا الدفاع ولا اي دوله، حتى رئيس الجمهوريه ما يقدر، لانه بلد محكوم بيد ميليشيات. عمي، الميليشيات هي اللي تقرر، حتى لو وزارة الداخلية يعني يكمشون كم واحد يدبوهم بالسجن، ماكو، شوفه ورا 3 أيام 4 أيام راقبة، هو هذا نفس الشخص، شوفه راح طلع واقف. طبعا احنا قلنا قبل لحظة سيد أبو علي أنه الموضوع ليس ضمن إطار التسول فقط وأخذ الأموال من الناس عن طريق يعني الاستجداء أو الاستعطاف، لكن الموضوع أكبر، الموضوع عبارة عن تجارة بشر. يعني هؤلاء الأطفال اللي دنشوفهم يستخدمون من قبل هاي المافيات في سبيل التسول، هذه تجارة. هناك تقارير تؤكد بأن هناك عملية تأجير
تأجير، تخيل تأجير من دور الأيتام، من دور الرعاية لهؤلاء الأطفال، أخذهم في سبيل التسول ثم إعادتهم فيما بعد. نعم نعم، أنا شفتها بعيوني بالنجف، كنت أنا وابن عمي بسيارة، طفل صغير ردت أعطيه فلوس، قال لي بابا، ابن عمي قال لي بابا أنت جاي تسوي؟ نعم. تعال شوف، تعال شوف مكاناتهم من وين حاطيهم، دولة يصرفون عليهم مثلا غدا 10 يوقن حتى منام. نعم. فعملية كبيرة، من المسؤول عليها هاي العملية؟ الميليشيات، نرجع ونقول الميليشيات مسؤولة على هاي العملية. نعم. وما يقدرون عليها لا وزارة الداخلية ولا الخارجية ولا الدفاع. هذا القانون، القانون الموجود حقا. القانون الموجود اليوم اللي يجرم ويعاقب على التسول، والعقوبة ليست عقوبة سهلة، العقوبة تصل إلى أقل شيء 3 سنوات من الحبس. ليش ما نشوف هذا القانون يطبق بشكل قوي وفاعل؟ ما يطبق، لأنه الميليشيات فوق القانون، الميليشيات فوق القضاء. ممكن تلاقي واحد صدق محتاج، القانون يطبق على هذا اللي محتاج. نعم. صدق. ها؟ بس القانون ما يطبق على دولة. نعم. على دولة الميليشيات يعني. من أبو علي، سؤال أخير لك. نعم. أليس من الغريب ومن المعيب أيضا أن نجد في العراق من يتسول، وهنا نتحدث عن الفئة أو الطبقة أو الشريحة اللي فعلا محتاجة وفعلا أجبرت على النزول إلى الشارع، أليس من الغريب أن نجد هذه الفئة موجودة اليوم في العراق، عراقيين يمدون يدهم بعيدا عن جزء المافيات، الناس المحتاجة، وهم يعيشون في بلد من أغنى البلدان والمفروض ثروات الطبيعية تكفي لتوفير حياة كريمة لكل الناس؟ نعم، هو مو بس البلد يعني غني ونفط، البلد بأكثر من 100 مرجع، يعني عيب على عمايمكم، عيب على مراجعكم، ها، بلد بهذا الثروات وهذا النفط وبهال هذا، وعندنا متسولين وعندنا ناس تمد ايديها. خذي وعار عليكم يا ميليشيات يا احزاب. خذي وعار عليكم. نشكرك سيد ابو علي من لندن، شكرا جزيلا. ويانا السيد ابو عبد الله من صلاح الدين، تفضل يا ابو عبد الله، حياك الله. السلام عليكم استاذ العزيز. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ العزيز، انا ايد اخونا ابو علي. نعم. على هذا الكلام اللي يقوله. نعم. هاي اكو ناس وراهم، ناس صادتهم، ناس كبار، ناس حيتان كبار. نعم. لان انا شفت يعني اكو مو بس صغار، اكو بنات كبار، يعني بنات بعد بنات، يعني صحيح. كبار حيل، سيارات تفرهم. يعني اليوم مثلا فلان دائره، باصير فلان تقاطع، يعني نعم. كل من لها مكانها. نعم. بس تسول. اكو نقطه يفترون بها على القانون ابو عبد الله. تاكد تقارير تابعت هاي الحالات ورصدت كثير من هاي الحالات، يقول لك ذولا اللي موجودين بالتقاطعات واشارات المرور من الاطفال او المراهقين، هذه الفئات العمريه اللي ما تتجاوز 18 سنه. يشتغلون بفكرة أنه هو وانت متوقف أثناء الإشارة أو الازدحام يجي يمسح لك زجاج المراية بشكل أو زجاج السيارة بشكل يعني مزعج، لدرجة أنه أنت تضطر أنه تدفع له في سبيل أنه تخلص منه ومن إزعاجه. هذا يدخل أيضا نوع من أنواع التسول، يحاولون المافيات اللي تشغل هؤلاء بحسب التقارير تسعى إلى الالتفاف على القانون اللي يمنع التسول عن طريق يعني إيصال فكرة أو إيصال صورة أن هم يعملون في غسيل زجاج السيارات أثناء الازدحامات، نوع من أنواع التسول أيضا. مع هذا مدى نشوفك عقاب وملاحقة ومحاسبة لهؤلاء؟ أنا أستاذ محمد أعيد كلامك. نعم. يعني شفت نفس المتسولين مثلا اليوم ماكو تلقيه يتسول، ماكو يطلب منك ومني ومن الاخ ومن الاخ، ورا يوم من يشد على اساس عقوبه عليهم او يدورون على المتسولين، تلقيه شايل كليمه يبيع كليمه او شايل جداحات يبيع جداحات، ورا يوم يعني شو خل اقول من غرت النظر عليهم، يقولون الدوله، هاي الدوله الشرطه وغير الشرطه، رجع على نفس الطريق ماله، هم على التسول وعلى البوق. نعم. يعني اكو كثير من هذول الصغار تقول عليهم، يقول له ابو الجمله تعال اشتغل يمي، يقول له عمي روح اشتغل يمك. نعم. انا يوميتي بال 250,000، يعني يوميته ربع مليون، ترى مو هين استاذ محمد، يعني صحيح. ربع مليون، وهو جاهل وقاعد يتقاطع. لكن في مقابل هاي النقطه اكو شيء اكثر خطوره، يتعلق بعمليه تجاره البشر وتجاره المخدرات اللي تتم
عن طريق هؤلاء المتسولين اللي تسيطر عليهم مافيات أو أحزاب أو ميليشيات موجودة في العراق. يعني ترويج المخدرات اليوم صار عن طريق هؤلاء، يتم بشكل بجزء منه يتم الترويج عن طريق هؤلاء الذين يملؤون الشوارع من كافة الفئات العمرية. مثل ما قلنا بحسب التقارير هناك عملية تجارة تدخل ضمن موضوع أخذهم من دور الأيتام أو من دور الرعاية وزجهم في الشارع وبعد ذلك إعادتهم، عمل منظم. يعني الموضوع مو موضوع عشوائي أبو عبد الله. كل شيء توقع أستاذ العزيز، يعني أنت تحسب حساب عن طريق هذا بيجيب شبهة، يعني مو مثل السيارة، خلينا نقول السيارة تحط فيها المخدرات أو شخص خلينا نقول لبسه راهم أو مظهره راهم، يعني هذا بتكون علي العين. بس هذا المتسول يقدر يشيل لك أطنان يحولها من مكان لمكان وما يلفت النظر، لأن يقول لك معود هذا شاحود عوفة، احنا بالعامية نقول شاحود شاحود عوفة خلي يولي. بس هاي راح تدل انه على شنو، مو بس تسول هذا المتسول يقدر يبيع أعضاء بشرية من غير شخص. نعم وراح تصل لها مرحلة وتيجي يوم وتحكيوها بعد البرنامج مالكم الحلو. شكرا جزيلا سيد ابو عبد الله من صلاح الدين، اشكر حضرتك. ويانا السيد ابو عمر من بغداد، تفضل يا ابو عمر. تحياتي لك استاذ محمد ولقناه الرافدين والساده المشاهدين الكرام. حياك الله. استاذ محمد، احنا نعرف انه العراق من 2003 ولحد الان كل مفاصل الحياه هي المستحله عليها وهي المستفاده سلطه الاحزاب، يعني حال منافذ الحدوديه، حال البارات اجلكم الله، حال النوادي الليليه، حال كل الامور اللي هي مستغله. نعم. احنا عندنا صحيح من 2003 لحد الان ضعف الحاله الماديه وضعف عطاله وبطاله وقله الزراعه والصناعه والتعليم من حيث العوالي العراقيه، يعني قدرت انه تترك الدراسه وتترك انه المستقبل إلها ولاطفالها. يعني هاي العوالي اللي استغلت عليها ضعفها اللي سيطرت عليها الأحزاب، من ضمن هاي العوالي الفقيرة اللي تركت أبنائها الدراسة، حاولت اتجاهاتهم إلى بين أخذ هذه العوائل واستغلالهم إلى التسول ومقابل يعني يعطون لهم أجور يومية لهم، وكل واحد من لهم إلى مصرفة ولا إلى وضعة ولا منامة ولا سكنة. كل هاي الأمور إنه يعني قامت تشجع الناس والعوائل الفقيرة يعني بالتسول، يعني هي ساندتهم من حيث يعني أكو عندنا متعهدين يعني بالبغداد عندنا أو بالمحافظات أو خاصة اللي نسمع عنه مناطق اللي باب الشرقي والبتاوين، هاي البوار اللي هي بيها المخدرات والفساد اللي موجود بها، احترامي للناس الطيبين، هاي الأماكن اللي هي متواصلة إن كثرة الفساد فيها وكثرة التسول. طيب هاي نقطة تخلينا نسأل أبو عمر، هل المشكلة بالناس اللي دا تدفع الفلوس لهؤلاء من باب العاطفة ومن باب الحزن على ذولا بحالتهم السيئة اللي دا يعيشون بها، المظاهر اللي دا نشوفها، الناس المعوقة أو امرأة شايلة طفل رضيع أو رجل كبير بالسن، يعني مثل ما قال السيد عبد الرزاق من بابل الأمر اختلط. احنا اليوم العراقيين اليوم ما يقدرون يميزون ما بين المتسول اللي محتاج فعلاً واللي الظرف المادي والظرف الاقتصادي جبره انه ينزل للشارع ويمد ايده، وما بين الشخص اللي يعمل ضمن مؤسسه منظمه وظيفتها انه هي تنزل للشارع حتى يجيب فلوس. فهنا نسال، هل الخلل بالناس اللي دا تدفع اللي دا تنطي هاي الفلوس المفروض توجهها بالشكل اللي تتاكد منه انه هي رايحه الى الجهه الصحيحه المحتاجه؟ لو يعني الخلل على منو؟ العيب بمن انه ادى الى استفحال هذه الظاهره؟ استاذ محمد، احنا نعرف جروب العراقيين جروب يعني عطوفه وجروب طيبه، يعني مرات تطي يعني نعرف ان الانسان من يخرج صباح للعمل او مساء يعني يطي، هل الله قاسمه دفعه بلاء او لعائلته والاطفاله او كل هاي الامور، هاي التقاليد احنا اللي عندنا بالعراق اللي موجوده كل الناس يعرفون هاي الامور دفعه بلاء. هذه الامور يعني من نشوف انه عندنا الكثره يعني اختلط بها المحتاج والمحتاج، اكو عندنا ناس متعففين توصل لهم يعني الامدادات يعني الاموال توصل لهم او الملابس او توصل لهم يعني الطعام، اكو ناس يصعب عليهم التسول ويعني يمدون ايديهم بالشارع وينزلون الشارع، هاي من الامور الصعبه.
لكن المفروض على الدولة من نشوف هذه لو كان عندنا دولة صحيحة ودولة أنه يعني خزي وعار عين عليها يعني على المجتمع العراقي من يشوف آلاف الناس اللي بالترفقلايتات وبالمحلات وبالمناطق وبالأسواق كثرة المتسولين. يجب أن تحضر يعني تخلي هاي ظاهرة غير حضارية. يعني هاي عيب على الدولة من المواطن يطالب بحقه وأنه يريد تعيين وأنه يريد كل شيء ما يتحصل أي شيء. يعني كل اللي وسائل الحياة اللي يطالب المواطن العراقي من الحكومة ما تنفذه. يعني نعم. حتى التسول ما تنفذه. أشكرك أبو عمر من بغداد، شكرا جزيلا، وصلت الفكرة. خلونا نشوف رأي آخر مشاهدينا الكرام لمواطنين بشأن الموضوع اللي نطرحه في هذه الحلقة. شنو رأيهم باللي دي يصير في العراق، في شوارع العراق، بخصوص ظاهرة التسول المتنامية؟ هل يعتقدون بأن كل من يوجد في الشارع اليوم هو محتاج؟ لو هناك مثل ما هو دا يثبت ويؤكد في كثير من التقارير، هم أيضا يعتقدون بأنه هناك مافيات وعصابات منظمة يعني تسخر هؤلاء في الشوارع أو توفرهم في الشوارع، تنشرهم في سبيل جني الأموال قدر المستطاع من الناس عن طريق استعطافهم. دعونا نشاهد ونستمع ثم نعود. باب يعني قلة العمل وكثرة البطالة، بس هي مو سببها، هي سببها أنه اللي يريد يشتغل يشتغل، بس هو مو هذا سبب. بس العالم تعلمت العفو، بعض الناس تعلمت على التسول، شافتها سهلة وشافت فلوس تجيها اكثر من ما يتعب ويطلع عماله او يشتغل بغير شغله، فيقول لك ها تجيني فلوس اني احسن ما اروح اتعب واشتغل واحمل واجي وهذا، فتجي سهله الفلوس. مهنه صارت، هي مهنه، هي صارت مهنه عند العراقيين العفو البعض زين، فشافوها سهله فقاموا يمارسون هاي العمل. العراق الاصيل ما يتسول، بس بعض ناس يعني اقول لك انه قلة العمل يعني دفعتهم على التسول، ومن تسول وشاف شغلة سهلة استمر عليها. بعض الناس وصلوا إلى مرحلة وما قدر أن يتسول. لا، مبرر هذا، مبرر أنه يشتغل، اللي يريد يشتغل يشتغل، بس بعض الناس شافتها سهلة يحصل على مال ما متعوب به ومشت هاي الأمور عنده، واحتمال بعض الناس تكون من هذا الشيء، مو مثل يقول لك انا اشتغل ما احصل شيء. بس بعض الناس سافتها سهله الشغله العفو، فقام يعني يقول لك انا اكون نفسي من هاي. اكيد يعني هو الارتفاع بسبب البطاله، غلاء المعيشه، واكثر الشباب يعني يدورون على الشغل وهاي السوالف، فانتشرت ظاهره التسول بالشارع. قاموا يتاجرون بها حتى هاي شغله التسول، مثلا ياخذون اطفال صغار يتاجرون بهم، يعني هي مجموعه تصير تابعه، يعني مجموعات تشوف حسب شو تكون هاي المجموعات، ويسوون بهم بالشارع على مود يستفادون منهم فلوس. مافيات اكيد والعصابات كلها بهذا الامور. ما هي قلت لك يعني صارت المافيات وهاي الناس كلها تستخدمها على مود يستفادون منهم. لا مو بس البطاله، اكيد يعني مثلا اغلبيتهم قاعد يكملون واصحاب شهادات ومتخرجين، فقاموا يتجهون يعني اكو حتى خريجين ومكملين وطلاب قاموا يتجهون لهاي السالفه على مود ما يستعب نفسه. اكو ناس ما تريد تتعب وتشتغل حتى، فيقول لك انا اروح اتسول احصل اكثر من المبلغ اللي اشتغل بيه طول الشهر. اكيد لان هي مدعومه من عصابات واحتمال حتى من جهات من الحكومه مدعومين، فما تعالج هاي الحاله، ما حتعالجها. استمعنا مشاهدينا الكرام الى اراء من مواطنين عراقيين. خلونا نسمع ابو زينب من النجف. ابو زينب، يعني سمعت حضرتك ربما احد المواطنين في المقطع اللي يقول العراق الاصيل لا يتسول، تعتقد أنه هذا الطرح صحيح وبمكانه، خاصة بأنه العراق بأزمة تتعلق بارتفاع مستويات الفقر اللي وصلت 40% وأكثر، مستويات البطالة بين فئة الشباب تجاوزت 20%، يعني هناك أرقام حقيقة تتعلق بفقر وبطالة بشكل مستمر وقلة فرص عمل، هي مبرر للناس أنه تنزل للشارع تتسول وتمد إيدها خاصة الشباب؟ لو لا، إحنا المفروض مثل ما قال الأخ العراقي الأصيل لا يتسول، يروح يبحث عن فرص العمل حتى لو بأدنى دخل ممكن ولا يمد إيده بالشارع. شو تقول؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الإمام علي عليه السلام يقول لولا مخافة الله لقلت بأن الفقر هو الكفر الأكبر. يعني يقودك إلى أن تكفر بالله، استغفر الله عز وجل، مو بالسباب وإنما بالأفعال.
وقال أيضا ماء وجهك جامد يقطره السؤال فاعرف عند من تقطره. نعم نعم يا أبو زينب. أبو زينب صوتك بمشكلة صار. السيد أبو زينب من النجف موجود. وغيرهم يأكل من الأزبال. نعم. لو نحسب أنه النسبة المئوية من هؤلاء المتسولين الذين يقولون عنهم أنه تابعين لما فيات يجمعون، لا ما يطلعون واحد يمكن بالمليون. السبب سبب الحكومة والأحزاب اللي استأثرت بأموال البلد ومقدراته. يعني بس لحظة، أنت تقول بأنه فئة المتسولين اللي يدخلون ضمن إطار الجريمة المنظمة أو المافيات عددهم قليل مقارنة بالبقية؟ نعم نعم قليل، لأنه كفر في دولة نفطية تعد من أغنى دول العالم وبها فقر وبها تحت خط الفقر وشعب يتسول وشعب يقدم على جريمة. سبب الجرائم أكثر من 90% هي الاقتصاد. الإمام علي عليه السلام كان في الكوفة يقول أبيت بطمان وفي اليمن جائع، فتصور قد المسافة ما بين العراق اللي هو شمال الوطن العربي واليمن اللي هو جنوب العربي يعتبر جارة. ماكو تكافل اجتماعي، أصبحنا مثل الهند. الغني غني فاحش والفقير فقير. طيب مبقى. أنت طرحت نقطة حلوة وجميلة صراحة، وأثارت يعني كثير من علامات الاستفهام بالفترات الماضية. من صارت البطولة مال الخليج لكرة القدم وشفنا هذا الكرم اللي بدر من أو ظهر من أهالي الوسط والجنوب، وهي ليست حالة غريبة عليهم، لكن الكرم طبعا متأصل لدى العراقيين، لكن مع هذا ظهر في مواضع ناس شافتها بأنه هي مواضع خطأ. شلون أنت يعني تسرف بهذا الكرم تمام وهذا البذخ اللي شفناه بالأكل والإطعام والإسكان وغيرها، وعندك 1,200,000 أقل شيء موجودين في المخيمات بشمال العراق في مخيمات النزوح من العراقيين، ليش أكو هذا الكرم وهذا البذخ وبالصرف من قبل شيوخ عشائر وغيرهم، وأكو عندنا ناس في الوسط والجنوب يبحثون عن الطعام في المزابل؟ يعني السؤال هنا، العلة بينا لو العلة بالنظام؟ العلة في الفئتين، في المجتمع الذي يذهب إلى التباهي. نعم. وأيضا في النظام اللي ما عنده توزيع عادل للثروات. وكذلك مو فقط مال بطولة الخليج وغيرها. هاي مثال. حتى هاي مثال بالمناسبات. طبعًا. نعم. بالمناسبات الدينية. صحيح. وهاي المواكب اللي تمتد. نعم. على طول العراق من الفاو إلى تقريبا بغداد أو فوق بغداد. خاصة في الأربعينية وغيرها. يعني مئات المليارات تهدر كل يوم، هذه أجمعها وزعها على الفقراء. الأنبياء والأولياء والأئمة ما قال لك تعال ابلخ بالطعام وبعد يذبه بالزبالة، مجرد تباهي. هو هذا نفسه أبو الموكب، لو تجيب الأيام الاعتيادية تقول له طيني ربع دينار ما ينطيك. طيب أبو زينب، هل نزول الشباب أصحاب الشهادات إلى الشارع في سبيل التسول، البعض طبعا مبرر لهم لو يعني خلاص فرص العمل منعدمة تماما في العراق وبالتالي يضطر إلى النزول؟ يعني أكو ناس تقول لك لا، هو دا يستسهل ويبحث عن المال السريع، المال السهل السريع. ناس بحسب تقارير وشهادات ويا متسولين يجنون ما بين 15 إلى 30 ألف دينار عراقي يوميا في أتعس الأحوال، فيقول لك أنا ليش أروح أتعب وأجتهد وأشتغل شغل متعب ومجهد جسديا، لا أنزل للشارع. فهل تعتقد بأنه من ينزل اليوم للشارع عنده السبب المقنع اللي يدفعه إلى النزول، لو ممكن يبحث عن فرص وإن كانت صعبة وبدخل محدود، لكن يعني أحسن وأفضل من أنه هو يمد إيده للناس؟ هذا طبعا تبرير مو منطقي. الخلل خلل بالرعايه الاجتماعيه وخلل بالحكومه وخلل بالاحزاب. نعم. ان تنطيني حقي ما تضطرني ان اتحول الى مجرم او الى متسول.
توزيع عادل للثروات ما موجود. وإلا قلت لك مثل الإمام علي عليه السلام يقول ماء وجهك جامد يقطره السؤال. لأن بالحالتين انطوك أو ما انطوك أنت راح يروح مي وجهك. صحيح. الحكومة والأحزاب لو توزع الثروات بشكل عادل على الكل. ليس فقط في المخيمات أو غير المخيمات. إن كلهم شعب كلهم بشر. يا أخي طيح حقه يموت عندك مليارات وهذه ولا فلس. نعم. تفهم شلون؟ صحيح. توزيع عادل للثروات ماكو. سؤال أين من أين لك هذا ماكو. صحيح. هاي مشكلة. هاي رادلها حلقة وحدها. أنا أشكرك أبو زينب من النجف. من أين لك هذا حقيقة يحتاج تخصيص ربما يعني سلسلة حلقات وليس حلقة واحدة عن ما يملكه المسؤولون في العراق ومن أين حصلوا على هذه الأموال. هذا ملف كبير حقيقة. طيب نسمع رأي السيد أبو أحمد من الرمادي. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخوي العزيز. الله يسلمك. حياك الله أبو أحمد. حلقة اليوم اللي انه افتهمت موضوع التسول بالعراق صح؟ وهي الظاهرة المتنامية وليست فقط هي ظاهرة ناس محتاجة نازلة للشارع بل اصبح الموضوع يدار عن طريق مافيات وعصابات واحزاب. هو هذا اللي انا اريد اتكلم عليه. طبعا اولا انا اشكركم على الحلقة ونشكر قناتكم. حياك الله. الله يبارك فيك. بالنسبة لموضوع التسول بالعراق. نعم. الموضوع بدأ بعد 2003 وهذا الموضوع يعني واضح للجميع. من أي ناحية؟ الناحية الأولى بالزمن السابق ما كان التسول بهاي الصورة وهذه الكثافة. كان مجرد يعني كل شارع تشوف لك شخص أو ما تشوف. كان أكو يعني جمعيات كان أكو ونقول فترة الحصار هي اللي ضغطت على ناس كثيرة أجبرتهم ورغم هذا حصار. نعم. ورغم هذا العفو انت تتكلم رغم هذا لكن الناس ما سوت شيء. حاليا الوضع اللي موجود عندنا بالعراق على كلامك انت الامر جاء من مافيات او عصابات دي مكاتب. طبعا هي مكاتب موجوده ببغداد والمحافظات وحتى حاليا يعني بالوقت الحاضر يعني مع احترام الاخوان السوريين بدوا يشغلون السوريين بهذا الامر. صحيح. يعني استغلوا ضعفهم استغلوا اعداد كبيره جدا من السوريين. لا الكلام. نعم. الكلام بتقارير. نعم اي فهم بدوا بهاي الناحيه بانه هذا السوري بان اواهم بيوت. تدري انت السوري ما يصدق انه بيت يوي او اجر ايجار صعب على السوري او اللي مهاجر يعني اللي هو طالع من بلده ناجح يصعب علي الإيجار. يقعدون البيت يقول له هذا البيت لك وأنتم كم عائلة بهذا البيت بس اللي عليكم تتحركون بهاي المناطق. يعني هذا اللي أعرفه أنا متأكد من عنده وسامع بي وشايف بعيني. الأمر موجود حاليا بالعراق ضارب من إصابات والسبب الرئيسي والأول هو عدم استقرار البلد من كل النواحي كان أمنيا أو سياسيا العفو أو سياسيا كان أمنيا وإداريا واقتصاديا. نعم. الوضع بالعراق على وضع يعني يشبه وضع الصومال سابقا ولا الآن لا يجوز أحسن. نعم. أما العصابات اللي موجودة بالعراق تتحكم بكل الأمور. تتحكم بالدولار تتحكم بالمخدرات تتحكم باللي هم ذول اللي بالشارع. نعم. يعني الأمر بعد لازم يكون إلى يعني شلون تقول حدود أو يكون إلى تصرف ثاني. يعني لازم أكو دولة لها قانون سيادة. إذا أكو ماكو قانون سيادة أنت شلون تقدر تسيطر على هاي الناس؟ قانون موجود أبو أحمد. القانون اللي يعاقب على التسول ويجرمه موجود لكن تطبيقه على نطاق ضيق مدى يشمل كل المحافظات وبهاي القوة وبهذا التأثير. هذا يذكرني بفيلم على عادل إمام اللي كان يعني متسولين وكذا. نعم. بيت. نعم. متجمعين نفس الموضوع. احنا العراقيين يتعلمون من الافلام يتعلمون من الدول يتعلمون من المافيات فيتحركون من خلال هاي الامور. هم ما يحتاجون تعليم طبعا. اللي المجرم واللي يقتل بالشارع اتوقع ما عنده كل شيء يسوي. اتوقع صحيح. يخلي ابنه يخلي بنته
اللي يبيع بنته، اللي يبيع ابنه، يعني كل الامور جت في طعم طيب. تسول. اشكرك ابو احمد واكتفي وياك هذا القدر. خلونا نشوف مشاهدينا الكرام اراء مواطنين اخرين بشان هذا الموضوع ثم نعود. اسباب ارتفاع معدل التسول او انتشار ظاهره التسول هي من ضمنها البطاله وصعوبه المعيشه والغلاء، يعني مثل ما تشوفين الوضع، وارتفاع اسعار الدولار، ومن ضمنها الاهل لهم دور كبير بهذا الموضوع، والتربيه وصعوبه المعيشه بصوره عامه، يعني هسه كل شيء غالي وكل شيء صعب مو مثل قبل، فهو هذا اللي سبب انتشار ظاهره البطاله. وين ما تروحين يعني تلقين الناس تتسول، سواء بالمحلات او يعني هسه وصلوا درجه انه ممكن يفوتون للدوائر، يعني احنا موظفين بدوائر حكوميه ممكن يفوتون يتسولون بداخل الدوائر الحكوميه بصوره طبيعيه، يعني وبعض منهم يعني مو بالضروره يكون محتاج. اكو مجموعات ارهابيه تدير هاي الفئه، او يعني يسوون مثل الاحزاب او تكتلات من اجل الاستفاده من هذا الموضوع، يعني اكو رئيس يرأسهم وعدل اشكم مجموعه، وحتى الاطفال اللي موجودين بالشوارع اللي نشوفهم مو بالضروره يكون ابنها، يعني يكون ابنها الحقيقي، ممكن هي تكون مستاجرته من اجل انه بس حتى كوسيله تكسب الانسانيه وتعاطف الناس في سبيل يعني انه تتسول. طبعا هو هذا الشيء غلط ومنتشر هوايه. هي صارت مو يقول لك انا راح اتسول احسن ما اروح اشتغل، وانت عيب يعني، انت زلمه ناقصك شيء؟ الحمد لله وشكر، والله يروح يشتغل ويشوف له عامله شغله، متسول مدشر جهاله واطفاله وتبيع ورد وعلك وما ادري شنو. العالم هي هم اصلا العالم مو قشيمه تعرف، وتعال تلحى وهيك مو قشيمه العالم، بس شو تسوي؟ هاي صارت مهنه لهم يعني، هاي طبع صار بالدم. ارتفاع معدل التسول الى اسباب عديده، يعني انا اشوف الفقر هو السبب، اقدر يعني اميزه انه الاخير، وبصراحه صارت مهنه. كثير من العراقيين اتخذوا من هذا التسول مهنه سهله ما تحتاج مصاريف. كثير من العوائل ممكن حتى امكانياتهم الماديه تكون متوسطه، بس هم تعودوا على التسول وشافوها قضيه مربحه. بالتاكيد اكو مافيات، وبصراحه انا شفتهم بعيني لاكثر من مره. مافيات نقدر حتى انا يعني سمعت من شخص مقرب ان هناك مافيات تجي من دول شقيقه للعراق وقريبه، يعني من ضمنها هاي الدول العربيه منها والغير عربيه. بصراحه قاموا يجندون اشخاص يجيبوهم للعراق ويستفادون منهم ماديا ويشغلوهم بالتسول. الاسباب اللي تدفع العراقي هي ربحيه 100% مثل ما قلنا، يعني اكيد هو يدور على القضيه السهله، ما يحب يتعب وما يدري انه هي مع الاسف مهنه غير محترمه. لهذا اكو ناس هواي من العراقيين تقبلوها مع الاسف. الدوله اذا تعالج هذا الشيء محتاجه الى تشريع قوانين، يجب ان تكون هناك قوانين صارمه ضد المتسولين، ومو بس الدوله، محتاج المواطن ايضا يتعاون. يعني بصراحه انا شفت انه المواطن له يد كبيره في هذا قضيه التسول. انت مو اي واحد يجي بالشارع تشوفه متسول، صح ممكن العاطفه تتغلب عليه، بس لازم انا يجب ان احكم عقلي، هذا من لحنطيه دافع انه يتسول وياخذ من عندها فد مهنه يستفاد من عندها. بالتاكيد هي راح تعكس صوره غير حضاريه للبلد. اكيد هي معيبه، انا مثل ما هسه اسلفت انه هي هاي قضيه التسول قضيه معيبه، ومن المعيب انه بلد مثل العراق بلد غني وبي خيرات ان يتسول ويمد ايده. لكن ارجع اقول انه هسه لو تشوفين متسولين بالشارع اغلبهم هم مو عراقيين، لان اكو مافيات تجيبهم وتشغلهم هنا وتستفاد من عندهم بقضايا ربحيه. والله بالنسبه للمورد اللي قاعد يجي، المورد اللي قاعد يجي من التسول هو اكثر واسهل من العمل، فشافوه كوسيله عيشه بشيء منظم. هذول مو متسولين عاديين، لان نشوفهم نفسهم نفس المكان نفس الشيء كانما فشيء محجوز. فهذه انا اشوف انه الناس اللي تدفع المبالغ لهذولي تساعد على تفاقم هذه الحاله. يعني مرات نقول قطعه وسبيل المعروف، مرات اكو اشخاص فعلا محتاجه، بس بتكرار الايام اشوفهم نفس المكان نفس التقاطعات نفس هذه، يعني لا، الوضعيه لازم الواحد يخلي لها حد. يعني الحد هذا انه حتى تحس في بعض الاحيان انه متواطئين حتى ويا الشرطه، لانه هذا الشرطي بعيد عنا كذا مسافه هم موجودين، او مرات شنو مثلا منصر عليهم كبسات انه راسا يختفون بلمح البصر،
ما تعرف وين صاروا. تشوف الأطفال اللي مفروض هسه هم عمر مدارس هم صاروا بالشارع. فهذولي أولاً فقدوا الطفولة، ثاني شيء صاروا فد سلعة سهلة للمروجين باشا عقبة، مروجين مخدرات، مروجين شو اسمه، التفاصيل اللي تصير إنه هذا الشخص هذا الشخص هذا الطفل أكو فد ناس ترعاه، فمن يكبر هو واعي ايش يسوي للمسؤولية اللي قاعد تنصر عليه، إنه أنت اليوم تجيب لي فلوس حتى تطب لي البيت، هل قد لازم مورد يدخل ما تجي أنت إذا مو هل قد مبلغ أنت مدبر لي. فبيجي حالة طلعت من التسول إلى وضعية مافيات، فيا ريت لو شوفوا لنا حل هاي الشغلة. أنا برأيي إنه مو تسول. طبعا أكو رسالة وردت على الواتساب يقول: السلام عليكم، بشأن ظاهرة التسول، عندما أرى متسولين أطفال ومنهم سوريين يتسولون يطلبون فلوس، أقترح علي أنه أشتري لهم لفات أكل سندوتشات بدل الفلوس، مع العلم الطعام يكلف أكثر لكن يرفضون ويريدون فلوس بدل الطعام. وهذا من وجهة نظر الأخ اللي أرسل الرسالة، أنه يعني هذا الموضوع إذن هو أكو هدف جني المال وليس فقط حاجة بسبب جوع بسبب برد أو عطش أو شيء يذهب إلى طلب المساعدة، لا هو يريد الأموال بشكل حصري. طيب مشاهدين، أصل وإياكم في هذه الحلقة إلى الختام، شكرا جزيلا لكم لطيب المتابعة وإلى اللقاء.